لأجل بلادي روحي. بعد عودته للوطن متوشحا بالذهب الآسيوي، واصل الأخضر السعودي إعداده واستعداده لخوض تحد جديد يتمثل في التأهل لبطولة كأس العالم عام 98 في فرنسا. البرتغالي فينغادا يضع في رزنامته خوض لقاءات ودية قبل الدخول في معمعة التصفيات الأولية التي ستقام في ماليزيا. في مرحلة الذهاب كسب المنتخب السعودي نظيري منتخبي الصين تايبي وبنغلاديش، وخرج بتعادل سلبي أمام ماليزيا. أسبوع واحد فقط وتنتقل التصفيات لمدينة جدة لخوض مرحلة الإياب. كسب فيها المنتخب السعودي جميع مبارياته بكمية وافرة من الأهداف. صدارة الخضراء للمجموعة الأولى ب16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل واحد فقط. أعلن التأهل المنتخب السعودي للتصفيات النهائية للقارة الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم بفرنسا عام 98. القرعة تضع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الكويت، قطر، الصين وإيران. بطاقة واحدة فقط ستكفل التأهل لأحد المنتخبات الخمس، مع بصيص أمل لصاحب المركز الثاني الذي سيدخل في حسابات معقدة من أجل التأهل. الانطلاقة الخضراء كانت على أرض استاد الملك فهد الدولي بالرياض أمام المنتخب الكويتي الشقيق في 14 من شهر سبتمبر عام 97. تقدم كويتي مبكر من بشار عبد الله ورد سعودي بهدفي فهد المهلل ويوسف الثنيان، 3 نقاط مهمة في بداية المشوار. في 19 من سبتمبر عام 97 وأمام 120,000 متفرج حضروا في استاد أزادي في العاصمة الإيرانية طهران، محمد الدعية يتصدى لركلة جزاء من قدم كريم باقري ومعاقبة خضراء من قبل إبراهيم السويد، هدف سعودي أول. التعادل الإيراني جاء في الشوط الثاني بتعويض من كريم باقري، نقطة ثمينة من الخصم الإيراني ترفع الرصيد الأخضر ل4 نقاط. عجلة المباريات تعود للدوران، واللقاء القادم للمنتخب السعودي أمام التنين الصيني في استاد داليان. خسارة مفاجئة بهدف ترسم علامة استفهام على مستقبل الأخضر. مستوى الأخضر يتراجع أكثر، وليس هناك مجال للتفريط في فرصة التأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي. الخصم القادم في الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب هو منتخب قطر الشقيق، والمكان استاد الملك فهد الدولي بالرياض. فهد المهلل ينهي اللقاء بهدف وحيد، والنقطة 7 تدخل الخزينة السعودية. جميل جدا، وتفيا جول
لكن الوضع لا زال غير مستقر بسبب الهبوط المفاجئ في المستوى. قرار جريء بإقالة المدرب البرتغالي نيلو فينغادا والاستعانة بالمدرب الألماني أوتو فيستر. الاختبار الأول لفيستر لم يكن مرضياً، حيث تلقى الأخضر الخسارة الثانية في التصفيات، وهذه المرة أمام المنتخب الكويتي الشقيق في الجولة الأولى من مرحلة الإياب. تقدم سعودي عن طريق ضربة جزاء نفذها خالد مسعد، لكن الطرد الذي تعرض له صفرة الدفاع السعودية أحمد جميل قبل نهاية الشوط الأول لخبط الأوراق وأتاح الفرصة للأزرق الكويتي لخطف نقاط اللقاء الثلاث، بعد أن تمكن بشار عبد الله وجمال مبارك من هز الشباك السعودية بهدفين انتهى بهما اللقاء. وفي 24 من أكتوبر عام 97 ميلادية، شهد استاد الملك فهد الدولي قمة لقاءات المجموعة الأولى بين المنتخب السعودي ونظيره الإيراني، مباراة مثيرة شهدها قرابة 55,000 متفرج غصت بهم جنبات درة الملاعب. هتفوا للأخضر حتى تحقق الانتصار قبل نهاية اللقاء بدقيقتين بقدم خالد مسعد. النقطة العاشرة تعلن الاستقرار في الخزينة الخضراء. لكن للهدف الأول لمنتخبنا الوطني. حلوة يا خالد، حلوة يا خالد مسعد، كرة جميلة ملعوبة عرضية بسجلها خالد مسعد. إبراهيم سويد عرضية، مسعد للدفاع الإيراني وبيحطها خالد مسعد بكرة جميلة جميلة. شوف شوف أغنية أغنية الحال إبراهيم سويد وخالد مسعد. المنافسة في المجموعة تشتعل، والمنتخب القطري الذي كان متذيل الفرق في جولة الذهاب ينتفض في مرحلة الإياب ويجندل منتخبات المجموعة الواحدة والآخر، مانحا فرصة المنافسة للجميع. اللقاء السابع للمنتخب السعودي أمام المنتخب الصيني، ولا بديل عن الانتصار، أولا لرد الاعتبار، وثانيا للاقتراب أكثر من خطف بطاقة التأهل. 70,000 متفرج ملأوا المدرجات، صفقوا فرحا بالهدف المبكر للمنتخب السعودي الذي سجله خالد مسعد في الدقيقة الرابعة. لكن الصمت عم المكان عندما أدرك الصينيون التعادل في الدقيقة 11، وما كاد الشوط الأول أن ينتهي إلا وتحصل الصينيون على ضربة جزاء أضاعها صاحب الهدف هاو هايدونغ. المحاولات السعودية تستمر، وضربة جزاء للأخضر لم يكتب التوفيق لخالد مسعد في التسجيل، فأهدرها عند الدقيقة 67 من اللقاء. تعادل ونقطة واحدة، ورصيد الأخضر يرتفع لأحد عشر نقطة، والموقف يزداد صعوبة. في آخر لقاءات التصفيات تشاء الأقدار أن تكون بطاقة التأهل حائرة بين السعودية وقطر وإيران. السعودية تقابل قطر في الدوحة، الآمال تحلو الجميع، والنهاية كانت خضراء بقدم اللاعب البديل إبراهيم السويد الذي استطاع هز شباك العنابي عند الدقيقة 63 ليعلن المنتخب السعودي إقلاعه لكأس العالم على رحلة الخطوط الفرنسية للمرحلة الثانية على التوالي. الهدف الأول لصالح منتخبنا في الدقيقة 16 من ثمان شوط المباراة الثانية. قوة قرار، عزيمة وإصرار، وجيل لا يعرف الحديث إلا بلغة الانتصار. نجوم ذهبية مرصعة بالإنجازات، مسبوكة بروح وطنية يملأها العنفوان وتزينها القتالية. صقور سعودية تحلق من الولايات المتحدة الأمريكية، ترفرف أجنحتها خفاقة فوق الإمارات العربية، وتحمل راية الوطن خفاقة عالية نحو الأراضي الأوروبية.